شهدت لائحة فريق الوداد الرياضي وجود لاعب جديد، وذلك خلال المواجهة التي ستجمعه بنظيره النهضة البركانية يوم السبت المقبل بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم نهائي السوبر الإفريقي لكرة القدم. وضمت لائحة فريق الوداد الرياضي اسم الدولي الجزائري الحسين بن عيادة الذي تعاقد معه الفريق في مرحلة انتقالات صيفية الحالية. وعرفت قائمة فريق الوداد الرياضي وجود 3 لاعبين أجانب، ويتعلق الأمر بكل من بن عيادة وجونيور بولي سامبو وكذلك آسين زولا. يشار إلى أن يوم السبت ستكون مواجهة بين المتوج بالعصبة الإفريقية فريق الوداد الرياضي والمتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية فريق النهضة البركانية على ملعب الأمير مولاي عبد الله على الساعة 8 مساء بتوقيت المغربي.